في عنا بعض الأمثلة الشعبية، بدك تقولي لي إذا هالأمثلة أنت بتعجبك ممكن تردديها ولا بترفضيها، وإذا بترفضيها ليش؟ أمثلة مصرية؟ مصرية. أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط. أنا أول مرة أسمعه. بس هو مبهج المثل. طبعاً في حالتي أنا مبهج. إي طبعاً، أنت مسنودة بحيط، أم البنت مسنودة بخيط وأم الولد مسنودة بحيط. يمكن في حالتي أنا عشان أنا منفصلة ومهما بتعرض لصدمات في العلاقات او بفشل، بتصور دايما ان انا عندي راجلين في حياتي. فبالنسبه لي المثل بمكانه ينطبق او ومبهج كمان جدا. خليني اشوف انا وياك الصور، حتختاري صوره بين الاثنين علشان نوصل انا وانت للصوره الاقرب الى هالشخصيه اللي قلتيها. جاهزه؟ يلا يلا نبتدي. ظافر العابدين او عمرو دياب، تختاري مين بين الشخصيتين دول؟ الاقرب لفتى احلامي. انا عمرو دياب طبعا هو نجمي المفضل ونجم طفولتي، كنت شايله صورته ومعلقاها ورا السرير وبتاع، بس شكلا لا ظافر العاب. انا بحب الراجل اللي شكله، بحب الراجل الاسمر مثلا، ما بحبش الراجل الابيض خالص. يعني بتختاري ظافر العابدين؟ لا، راجل ظافر العابدين مش اسمر. لا، مين تختاري بين الاثنين؟ لازم اختار. طبعا طبعا عمرو دياب. عمرو دياب. اوكي، بعد عمرو دياب مين اللي يوقف وش عمرو دياب بالمنافسه؟ يلا. لا اكيد عمرو دياب برضو عشان انا زملكاويه. من كده من الاخر اللي بعده. بس انا حبيت والله يا رغده اللعبه دي، حلوه، بختار فيها ما بين كل يلا. شكري سرحان. شكري سرحان ولا عمرو دياب؟ لا، شكري سرحان. شكري سرحان. شكري سرحان وإيمانويل ماكرون. إيمانويل مثلك بس قلب على الستات. اخذها اكبر منه بكثير. معلمته. لا بس يعني نظرا للظروف السياسيه خلينا بعيد عن إيمانويل، خلينا مع شكري سرحان. مع شكري. شكري سرحان. فيش تاني؟ بلا، لسه. لا حريحك بالاخر ما تقلقيش. اوكي، كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز عشان دمه خفيف. الاختيار مع كريم. حسن يوسف. واضح ان كريم عبد العزيز هو اللي مكمل معاه. ثم المعاناه بالها. هلا اصعب الاختيارات، شوفي معايا. رشدي. يعني انتوا حاطين في نهايه السباق رشدي قباظ عشان اكيد عارفين ان هو اللي هيكسب. لسه بعد فيه، مش نهايه السباق. في حد اصله معين في دماغي، لو ظهر هقول لكم لا خلاص نحسم المسابقه لحد هنا، لانه مش ممكن يبقى في منافسه. مين؟ لو جه بس. طيب خلينا نشوف. يلا خلينا نشوف. خلينا عمر الشريف. لا، ما زال رشدي أباظة هو الفائز. رشدي أباظة. هو الصور اللي عليها مين بقى الشخصية؟ فعلا. أحمد زكي. أحمد زكي طبعا، دي الشخصية الأيقونة، داعب خيالك وأحلامك. طبعا، سمار والشعر الأسود والعيون السود والخشونة أحمد زكي والرجولة. فكرت تمثلي؟ لا، بتجيلي عروض لكن انا يعني ما عنديش لسه الجرأه ان انا اخد الخطوه، يعني ساعات اخد قرار وبعدين اتراجع، لسه ما خدت، ما يعني ما عنديش الجرأه الكافيه لاتخاذ القرار. طيب بتغني؟ صوتي وحش جدا يعني حتى لو انا عايزه ما بتحب الموسيقى والاغاني؟ جدا.